ليعلم الإنسان أنه إن يقتل حراً في سبيل الحرية أفضل 1000 مرة من أن يعيش عبداً تحت حكم الدكتاتورية. إن الذي يحفظ الإنسان هو العدل وحده، أما الظالم فبيته من زجاج، وإن تصور هو أنه من فولاذ. أعلى درجات العقل أن يغلب الإنسان هواه وينتصر في داخله العقل الجمعي، وذلك بأن يفكر من منظار المجموع وضمن مصالح الجماعة، وليس من منظار الذات ومصالحه الشخصية.